بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا بنشكر الحزب ونشكر الدكتورة إيمان على الفكر المستنير، ودي حاجات كلها بتؤدي إلى رفع شأن الحزب وتنمية مهارات للشباب الجميل اللي زي محمد واللي زي ياسمين. ربنا يوفقك يا رب، دايما تشوف كل شباب مصر بنفس المستوى إن شاء الله. سعيد جدا بالتكريم اللي انتوا تاخدوه تستحقوه. ان شاء الله المرات الجايه تبقى الجايزه احسن والتكريم يبقى العدد اكبر، وانتوا تستحقوا ده ان شاء الله، وان شاء الله نقبل خير في اللي جاي. بتمنى بقى كل اللجان تبقى بتعمل نفس الفكر اللي اللجنه الثقافيه عملت، يبقى في لجان ثانيه بتعمل ان شاء الله. الفتره الجايه يكون عندنا لجان جديده صحه وخلافه لتنمية وخضرات أعضاء الحزب وتنشيط بقى ذاكرة الشباب اللي جاي بإذن الله. متشكر جدا وكل سنة وانتم طيبين، وسعيد إن أنا بقدم لكم الجائزة نيابة عن الحزب. كتر خيركم. طبعا أستاذ محمد، نيابة عن الدكتور عبد السلام سلامة رئيس حزب الوفد. هو في بس عايز اقول حاجه، ان في فائز ثالث محمد صفوت زيدان. احنا مش الموضوع مش مقتصر على الدقهليه، هي الدقهليه اللي واخده المراكز الاولى، لكن احنا علشان النهارده الناس عندنا من الدقهليه، فطبعا استاذ محمد هو يعني ينوب عن الدكتور عبد السند، وان شاء الله تشرفونا في القاهره. احنا بنعمل مجله تعليميه اسمها رؤى تعليميه صادره عن الحزب هنا، ان شاء الله هتبقى صوركم تنزل فيها ان شاء الله، واول ما هيطلع العدد هنبعته لكم بامر الله. إن شاء الله الفترة الجاية يكون كل المحافظات مشاركة بإذن الله. نتشرف بأن كل أبناء مصر في أي مكان في المعمورة يكونوا بالذكاء بتاع محمد وياسمين كده إن شاء الله. وسعيد جدا والله بمجهودكم مع ظروف الناس اللي الواحد حاسسها، يعني مشكور الأهل طبعا جدا على كونهم بيساعدوا أولادهم في أنهم يكونوا بهذا القدر من الذكاء والنباهة بإذن الله، يعني دايما موفقين بإذن الله. كل سنة وانت بخير. يعني دايما بنفكر ازاي ننشط عقل الطالب. كان دايما عندنا مسابقات مدرسية بتتعلق في المدرسة، مدرسين بيرصدوا جوائز، بس انا علشان شغلي كمواجهة لغة انجليزية ما لقيتش الكلام ده بقى موجود. فالحل الوحيد ان احنا نلجأ للجانب الحزبي، يعني اننا في حزب الوفد وعرفة في حزب الوفد، فعرضت على الدكتور عبد السند ان احنا نعمل المسابقه الثقافيه الاسبوعيه انها تبقى في الجورنان وتصدر كل يوم اثنين. يعني انا النهارده بعت للجورنان المسابقه اللي هتنزل بكره ان شاء الله، وبعت اسماء الفائزين، وطبعا انت حل صح بس ما كنتش اقدر اكرر الاسم، لازم ادي فرصه جديده. يعني انا يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي هقول ان انت كسبانه برده، بس مش يعني، بس انا قلت بدي فرصه لناس ثانيه، لكن انا يعني وهكتب ده على الجروب يعني، وهخلي الاستاذ طارق ينزل على جروب السنبلاوين ان انت كسبانه برده في المسابقه دي، واحنا عندنا عدد يعني انت جايبه الاجابات كلها مظبوطه. بس ده معناه ان بيلفت نظرنا ان احنا نقدر ننشر الجرنان، ان احنا ممكن ناخد نزود المساحه شويه بشويه كده، ونعمل مجموعه مسابقات كويسه فكريه، وان المخ والتفكير ينشطوا يعني. فحطيت طبعا سؤال عن مبادرات السيد رئيس الجمهورية، والسؤال الثاني كان عن حزب الوفد. فالولد او البنت هيدوروا بقى مين اول رئيس كده، يبقى في كده احنا عرفنا، يبقى رسخنا حزب الوفد جواه. كمان عرفناهم على مبادرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما معنى حياة كريمة وما هي اهم مشروعات حياة كريمة. وبعد كده حطينا بقى اسئلة تعليمية خاصة بالمناهج، لغة انجليزية وجغرافيا وتاريخ ولغة عربية. هو ما شاء الله عليك يعني الاسئله للثانويه العامه، بس احنا حلينا في ثانيه ثانوي يعني. ربنا يبارك فيكم وان شاء الله نشوفكم احسن واحسن ان شاء الله.